ينضم إلينا عبر الصوت والصورة دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بالأهرام. دكتور أرحب بك إلى هذه الجولة. أهلا بك. بداية يعني دكتور، يعني كيف قرأت مسألة أن جونسون منح هواوي حق المشاركة في شبكات الجيل الخامس؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقة التجارية الجديدة المرتقبة بين البلدين أو الاتفاق الجديد؟ اسمحي لي أستاذة إنجي، في البداية قبل الإجابة على هذا السؤال نتكلم عن مغزى ودلالة وتوقيت هذه الزيارة المهمة من جانب وزير الخارجية بومبيو التي تأتي قبل يوم واحد فقط من الخروج الرسمي البريطاني المقرر غدا من الاتحاد الأوروبي، بما يعني رسالة واضحة أن هناك مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التجديدية، لأن هناك علاقات تاريخية وتحالف قوي بين بريطانيا وبين أمريكا، وأن المؤتمر الصحفي كان الجانب الأكبر منه هو على الجانب الاقتصادي، بما يعني أننا بصدد أو إزاء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي كرسالة واضحة من جانب أمريكا لطمأنة الشعب البريطاني وطمأنة البريطانيين بأن واشنطن ستقف إلى جانب بريطانيا اقتصاديا وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بما يعني تعويض الخسائر الكبيرة التي ستتحملها بريطانيا جراء تكلفة هذا الخروج. بالطبع قضية هواوي تعد أحد القضايا الخلافية بين البلدين فيما يتعلق به اتفاق التجارة الحرة المبرم عقده في المستقبل، لأن بريطانيا تعتبر أنها تسعى للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي في نظام الاتصالات البريطاني، هو نظام أكثر تقدما وأكثر وأقل تكلفة، بينما ترى أمريكا أن هناك قيود على هواوي فيما يتعلق بالجانب الأمني أو الجانب الاستخباراتي أو المدخل من هذا الأمور. هو يعني ضمنيا أن هواوي بالطبع تمثل منافسة كبيرة لشركات الاتصالات الأمريكية مثل مايكروسوفت وأبل وغيرها من الشركات، ولذلك هنا فإن قضية هواوي أيضا هي تمثل، وأن إصرار جونسون لا يعني أن هذه القضية ستقف حجر عصرة أو عائقا أساسيا أمام المضي قدما في توقيع اتفاق التجارة الحرة، بما يعني أن هناك ربما استعداد للتوصل إلى صيغة توافقية لحل هذه القضية ربما العالقة. لكن كان إجمالي المؤتمر الصحفي أو الخطاب الذي عبر عنه كلا الطرفين هو بناء أو تجديد أو دعم أو تعزيز شراكة اقتصادية كاملة بين بريطانيا وبين أمريكا. طيب، هل من مؤشرات ربما على ملامح الاتفاق التجاري الرائع الذي يعني على حد قول ترامب؟ في الواقع أن ترامب كان دائما يستخدم ورقة الاتفاق التجاري ويصفه بأنه سيكون رائع وهائل، كان يعني نوع من الموقف الأمريكي المحفز لأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي كنوع من الضغط، لأن معروف موقف ترامب منذ البداية هو كان من المؤيدين بشدة للخروج البريطاني، وانتقد رئيس الوزراء السابقة تريزا ماي في فشلها في التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع الاتحاد الأوروبي، وكانت مسؤولة وحملها المسؤولية عن تأخير هذا الخروج، وكان دائما يربط ما بين سرعة الخروج البريطاني من الاتحاد وما بين إبرام اتفاق تجاري. نحن نعرف أن هذا الاتفاق هو بالفعل يمثل ما يسمى الإنقاذ أو المتنفس لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. دعنا نتكلم بالأرقام بالاقتصادية، بريطانيا هي سابع شريك تجاري لأمريكا، أمريكا هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حجم التبادل التجاري 200 مليار دولار، الاقتصاد الأمريكي يعني يبلغ إنتاجه الإجمالي أكثر من 20 تريليون دولار، بينما الأول عالميا، بينما بريطانيا الإنتاج الإجمالي 3 تريليون دولار وهي الخامس اقتصاديا على مستوى العالم، بما يعني أن إيجاد اتفاق تجارة حرة وتشابك من شأنه أن يحقق منافع كبيرة لكلا الطرفين، خاصة الجانب البريطاني في ظل أنه تشابك مع أكبر اقتصاد عالمي وهو بالفعل اقتصاد أمريكي، وأننا سنشهد ربما شراكة اقتصادية مميزة ورائعة كما يصف ترامب دائما بين ضفتي حلف الأطلسي. لكن أنا في اعتقادي أنه رغم هذا الإرادة والرغبة من كلا الطرفين ومن جانب ترامب ومن جانب تأكيد من جانب بومبيو اليوم قبل يوم من الخروج الرسمي،
إلا أن ليست الصورة مثالية أو وردية كما يتوقع الكثيرون. هناك علاقات، هناك مصالح. نحن نعرف أن ترامب قد فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية ومنها المنتجات البريطانية في إطار ما يسمي أو ما عرف ضمنا بالحرب التجارية. هناك أيضا بعض القضايا العلاقة وفيما يتعلق به حرية التجارة العالمية، الموقف البريطاني ربما أقل ومتبينا لحد ما مع الموقف الأمريكي، موقف ترامب الذي يميل إلى العزلة التجارية، إلى فكرة فرض الرسوم، إلى تعظيم فكرة أمريكا أولا، وهو اتجاه حقيقة يناهض مفهوم العولمة وحرية التجارة الذي ربما تقف وراه بريطانيا. ولذلك الاتفاق سيكون إيجابيا، لكن أعتقد لن يكون هو المنقذ الوحيد لبريطانيا فيما يتعلق بالخروج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. طيب، تم الحديث أثناء الندوة منذ قليل عن أن الولايات المتحدة ستعمل مع بريطانيا على ربما حلحلة الخلافات التي يمكن أن تنتج عن البريكزيت بين الجانب البريطاني وبين الجانب الأوروبي. ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصدد؟ في الواقع أن طبقا لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون هناك فترة انتقالية مدتها عام، بمعنى أن الخروج الرسمي لبريطانيا سيكون غدا 31 ديسمبر يناير 2020، بينما الخروج الرسمي والنهائي أو الخروج النهائي سيكون في 31 ديسمبر من هذا العام. بمعنى أن هناك الآن فترة، مرحلة انتقالية مدتها عام، تتناول حل القضايا العالقة، تدور بشكل أساسي حول أمرين، وهي إجراءات الفك أو الاشتباك النهائية ما بين أو الانفصال النهائية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بقى قضايا مثل الشركات الأوروبية الموجودة في بريطانيا، الاستثمارات المشتركة، العمالة الأوروبية في بريطانيا، الموظفين الأوروبيون في بريطانيا والعكس في دول الاتحاد الأوروبي والإجراءات المختلفة. لكن القضية الأساسية ويدور حولها الحوار والتفاوض هو شكل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي، بمعنى هنا أن بريطانيا ستكون أمامها مهمتين في الجانب الاقتصادي. الجانب الأول مساران متوازيان، المسار الأول إبرام اتفاق تجارة حرة مع أمريكا، والمسار الثاني هو بناء علاقة مستقبلية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بحكم الجغرافيا، بحكم التشابكات. وهنا الاتجاه المائل هو أن يكون هناك علاقة أشبه بعلاقة النرويج وبعض الدول الإسكندنافية مع الاتحاد الأوروبي، بمعنى إقامة منطقة تجارة حرة ما بين بريطانيا وما بين دول الاتحاد الأوروبي، تسمح بانتقال فقط ربما السلع الاقتصادية دون الأفراد، أو يكون هناك نوع من السيادة البريطانية أو وضع الحواجز على الحدود. كل هذا بيعني أن بريطانيا ستخوض أيضا معركة، تحديدا جونسون الذي الآن يحظى بتأييد أغلبية من المحافظين في البرلمان البريطاني، بما يعني أنه ستمكنه حقيقة من التفاوض مع الجانب الأوروبي أو إتمام إجراءات الاشتباك أو الانفصال النهائية بشكل مريح وبشكل قوي. هنا أيضا الرسالة الأمريكية بأنها ستكون ربما ستكون بدور التسهيل أو المسهل أو الميسر لإجراءات الخروج وحل القضايا العالقة. نحن نعرف أن هناك قضية أساسية تتعلق بوضع إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا التابعة لبريطانيا، والتي أبقت الاتفاق على أن عدم وضع حدود ما بين الجانبين، خاصة إحداهما هي تابعة للتاج البريطاني أو المملكة المتحدة، والأخرى تابعة أو عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كانت عقبة حقيقة في تأخير